السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة. قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا القناة بالاشتراك والتفاعل على الفيديو، وشكرا لكم. اكتشف عصام الشرايين مدرب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة القائمة المستدعاة لمواجهة البرازيل في مباراتين وديتين، ووجه الشرعي الدعوة ل 28 لاعب تحسبا لمباراتين الوديتين التي سيخوضهما المنتخب الوطني الأولمبي أمام البرازيل يوم 7 و11 من الشهر الجاري بالمركب الرياضي بفاس. وفي معيار قائمة المنتخب الوطني علاء بن العروش، راشد غنيمي، إلياس ماغو، وليد حسبي، أيوب العمراوي، أكرم نقاش، أشرف العزيزي، زكريا الوحدي، ضياء الدين جرمومي، وليد محمدي، شادي رياض، أيمن الوافي، محمد جواب، المهدي بوكامير، أسامة العزوزي، أيمن أزهيل، أيمن موفق، نايل العناوي، عبد الله حمود، طه يونس، ياسين كيشتا، إبراهيم القاديري، سالم الجباري، أيمن ماورير، عبد الله الريحاني، يانيس بكراوي، أمين الوزاني، حمزة إكمان. وتدخل هاتان المباراتين الوديتين في إطار استعدادات ديال المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس خلال الصيف المقبل. نبقى في جديد أخبار الميركاتو الصيفي، فقد أعلن فريق برشلونة مساء يوم الجمعة بيع اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى فريق ريال بيتيز. وحسب البلاغ اللي ذكرته البارسا، فإن قيمة الصفقة بلغت 7.5 مليون يورو، كما يملك النادي الإسباني خيار الشراء في حال أراد التعاقد مع اللاعب مستقبلا أو الحصول على نسبة 50% من قيمة الصفقة إذا قرر النادي الأندلسي بيعه لاحقا. تجدر الإشارة إلى أن الزلزولي عاد الصيف إلى برشلونة بعد فترة ديال الإعارة ديالو لموسم واحد قضاها مع أوساسونا. أعلن نادي الإشبيلية الإسباني يوم الجمعة عن التوسط ديالو للاتفاق مع اللاعب المغربي أسامة الإدريسي لإنهاء العقد ديالو الذي يربطهما. وكان عقد إدريسي مع إشبيلية كيمتد حوالي يونيو 2025، علما أنه كان قد انضم إلى صفوف النادي الأندلسي صيف 2020 قادما من ألكمار. وكان اللاعب المغربي قد ذهب على سبيل الإعارة إلى أياكس أمستردام في النصف الثاني من موسم 2020-2021، قبل أن تتم إعارته أيضا إلى نادي قادش موسم 21-22، واللي لعب معاه 13 مباراة وسجل هدف وصنع تمريرة حاسمة. ثم خاض تجربة مع فينورد الهولندي موسم 22-23. وتمنى نادي إشبيلية في البيان ديالو اللي نشره عبر موقعه الرسمي حظ سعيد لأسامة الإدريسي في مسيرته الكروية دون الكشف عن وجهته الجديدة. أعرب الدولي المغربي سفيان المرض عن السعادة ديالو بالانتقال إلى الصفوف ديال مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقال أمرض في التصريح ديالو للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي إنه لشرف كبير أن أصبح لاعب في مانشستر يونايتد، كان علي تحلي بالصبر من أجل هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائما إلى القلب ديالو، والآن أمثل نادي أحلامي، وقال أنا لاعب شغوف أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق. وسأبذل قصارى جهدي في كل خطوة أقوم بها من أجل الفريق. أعرف تماما كيف يحب إريك تنهاج هذا العمل وما يحتاجه من لاعب ديالو. لقد طورني تدريبه وتوجيهاته كثيرا كلاعب في وقت سابق من مسيرتي المهنية، يضيف المرابط. وقال أعلم أنه سيساعد في إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم. يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن يوم الجمعة التعاقد ديالو بشكل رسمي مع سفيان أمرابط لموسم واحد على سبيل الإعارة من فيرونتينا الإيطالي. وقد أعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد ديالو بشكل رسمي مع الدولي المغربي سفيان أمرابط قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقال الصيفية الجارية. وانتقل أمرابط القادم من فيرونتينا الإيطالي إلى صفوف النادي الإنجليزي بموجب عقد يمتد لموسم واحد حتى يونيو 2024 على سبيل الإعارة بشرط الحصول على التصريح الدولي ومتطلبات التسجيل. وبلغت صفقة ديال إعارة الدولي المغربي لنادي الشياطين الحمر 10 ملايين يورو مع خيار شراء في يونيو 2024 بمبلغ 25 مليون يورو. يشار إلى أن عقد البالغ من العمر 27 سنة يمتد مع فيرونتينا حتى 30 يونيو 2024
مع وجود بند يسمح بتمديده إلى غاية 2025. هذا وقد عبر جون مورتو مدير الكرة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن السعادة ديالو بضم الدول المغربي صوفيا المرابط إلى أسوار الأولد ترافورد، ومؤكدا أن المميزات ديال اللاعب غادي تساعد الفريق على بلوغ النجاح بكل المسابقات هذا الموسم. وقال مورتو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: كنا نتابع سفيان منذ مدة طويلة ونحن جدا سعداء بجلبه إلى مانشستر يونايتد. أسلوبه في اللعب المفعم بالطاقة والالتزام يناسب بشكل مثالي المجموعة التي نقوم بتكوينها هنا. نحن نعلم بأن عقلية سفيان وديناميكيته ومميزاته التقنية غادي تساعد الفريق في بلوغ النجاح في كل مسابقات هذا الموسم. وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الجمعة التعاقد ديالو مع سفيان مرابط لموسم واحد على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي. علق لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني عن اختيار لاعب برشلونة الشاب لامين يامال تمثيل المنتخب الإسباني عوض المنتخب المغربي. وقال دي لا فوينتي في الندوة الصحفية التي عقدت يوم الجمعة: تمت العملية مع مسؤولين عن متابعة الفرق العمرية والتي التقى بها فرانسيس هرنانديز وتيتو بلانكو في برشلونة، وكان اللاعب يعلم بوضوح أنه يريد أن يأتي معنا وقد أظهر ذلك بالفعل في الفئات الصغرى. وقال: يامال لاعب رائع، إنني أنظر إلى قدرته ومستوى اللاعب، أعتقد أنه مستعد للمنافسة على أعلى مستوى مع المنتخب الوطني، إنه يريد أن يكون معنا وهذه قيمة مهمة للمستقبل. وقال: في المباريات التي خاضها بدوري الدرجة الأولى رأينا أنه يمتلك قدرات مختلفة واستثنائية، ليست لدي مخاوف بشأن سنه ولا توجد أي شكوك سواء بخصوصه أو باقي اللاعبين. وأتم لافويتي الحديث ديالو على لامين يامال: لقد حان الوقت للثقة به ومنحه للفرصة ومواصلة النمو. يواصل الدوري المغربي عبد الرزاق حمد الله التألق ديالو في دوري روشن السعودي، حيث سجل يوم الجمعة هدف جديد للاتحاد وقدم تمريرة حاسمة في هزيمة فريقية أمام الهلال والتي انتهت 4-3 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة. افتتح رومارينيو حصة تسجيل لفائدة الاتحاد بهدف من صناعة الدول المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 16 قبل أن ينجح ألكسندر ميتروفيتش في تعديل الكفة للهلال في الدقيقة 20، وتمكن بعدها كريم بنزيما في إعادة ترجيح كفة الاتحاد بهدف ثاني في الدقيقة 38، ثم عاد حمد الله ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 45+8، وقلص ميتروفيتش النتيجة للهلال بهدف ثاني في الدقيقة 61 قبل أن يوقع اللاعب على تريك بهدف ثالث في الدقيقة 65، ليمنح سالم الدويسري بعد تقدم للهلال بهدف في الدقيقة 71، وبات رصيد الهلال بعد التعادل 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 12 في المركز الوصافة.